بدنا ننتظر الناس على ما يطلعوا معنا في البث المباشر باش نبداو الحلقة ديالنا ان شاء الله بإذن الله. اذا تنتسناو الناس على ما يطلعوا معنا في اللايف باش نبداو. اذا سيادنا مرحبا بكم وبصحافتكم، نتمناني انكم تكونوا دوزتو نهاركم بخير وعلى خير، ونتمناو كذلك تكونوا دائما في احسن الاحوال كل الناس اللي متابعينا من خلال هذا البث المباشر على قناة شوف تيفي، اللي عودناكم دائما مشاهدينا واياكم اننا دائما نكونوا لكم قراب بالصوت والصورة، وكذلك نقدم لكم كل المستجدات والاحصائيات الكل المتعلقة بمرض كوفيد 19. اذا هذه حلقة استثنائية غادي نستضيفوا فيها واحد الشابة من مدينة فاس اللي هي رفعت راية المغرب، المغاربة كاملين فرحوا بها وافتخروا بها داخل وخارج أرض الوطن. اكيد عرفتوا السيدة اللي معنا اليوم، الشابة فاطمة الزهراء قنبوع، عفوا فاطمة الزهراء المرابط. اليوم معنا فاطمة الزهراء المرابط، شابة من مدينة فاس الحائزة على المرتبة الأولى عالميا بجائزة تحبير القرآن الكريم وعلومه. إذا غادي تدخل معنا فاطمة الزهراء وغادي نرحبوا بها، وحيت المغاربة كاملين بغاو يتعرفوا على الحياة ديال فاطمة الزهراء، كيفاش شاركات، كيفاش يعني الشعور ديالها منين يعني تعلن على انها دات الجائزة العالمية، في خصوصا في تجويد القرآن وكذلك تحبير القرآن وعلومه. فاطمة الزهراء المرابط، مرحبا بك معنا مباشرة على قناة شوف تيفي. الله يبارك فيك خويا سي محمد، الله يبارك فيك. لاباس عليك فاطمة الزهراء؟ الحمد لله، الله يسهل فيك الخير. لعلي خطيك، اول حاجة تنهنئوك، تبارك الله عليك، شرفتي المغاربة كاملين داخل وخارج ارض الوطن على الفوز ديالك والتألق ديالك. الله يبارك فيك، وليا الشرف، ليا الشرف لكم شرف كذلك. واخا تبارك الله عليك فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء نبداو معاك شوية من الأول، كيفاش حتى شاركتي في هذه المسابقة، يعني كيفاش تسقتي الخبر، كيفاش؟ مرحبا. أولا بالنسبة للمسابقة، هي مسابقة جائزة التحبير كعنوان لها، جائزة تحبير القرآن الكريم وعلومه في الدورة ديالها السادسة لعام 2020. هي كتمر في أبو ظبي العاصمة. الحمد لله كتقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. بالنسبة للمسابقة، هي كتمر على المواقع ديال التواصل الحمد لله، يعني كيفاش قلت لها الخبر وكيفاش شاركت، يعني بحالي بحال الناس، يعني شفت المنشور ديال المسابقة، وصراحة من الطموحات ديالي أنني نشارك في مسابقات عالمية، لأنه يعني منذ البداية وأنا كنقرأ القرآن وكنشارك مسابقات وطنية، فكان يعني التفوق ديالي على أنني أو الطموح ديالي على أنني نشارك في مسابقات وطنية أخرى. الحمد لله، يعني توكلت على الله، شاركت. بالنسبة للمسابقة، يعني بالنسبة للشروط ديال المسابقة، على أنك تسرد فيديو ما كيتجاوزش يعني المدة ديالو جوج ديال الدقائق في صنف ترتيل القرآن الكريم. بحالي بحال الناس، صوبت فيديو سجلته في البيت ديالي نظرا لحالة الطوارئ والحجر الصحي اللي كان مروا منه هاد السنة. صرت لهم الفيديو على الموقع ديالهم، والحمد لله من بعد كان يعني الاتصال ديالهم معايا واعلان عن النتائج. واخا فاطمة الزهراء، نبغي نشوف معاك يعني المتابعين من اين يعني بلدان كانوا. المسابقة كيف قلت وكيف علنوا، هي مسابقة عالمية، يعني المشاركين كانت أكثر من 85 دولة، يعني من مختلف الدول، الجزائر، مصر، أبو ظبي، المغرب، السعودية، يعني من جميع الدول. وكيف قلت وكيف كنعاود، يعني أكثر من 85 دولة، والحمد لله يعني قدرت نتفوق ونحصل على المرتبة الأولى. الحمد لله، الحمد لله فاطمة الزهراء. واخا قولي لي، واش كنتي كتظني انك غتدي يعني المرتبة الاولى؟ صراحة عندي واحد الثقة في النفس، يعني الحمد لله اي حاجة كنشارك فيها الا وكنقول ان شاء الله غادي نكون من الفائزين، فالحمد لله. يعني هي كانت شوية يعني تفاجأت لانه ما كنتش يعني عوالة على انني ان شاء الله غادي نربح وغادي نجي انا الاولى، لكن صراحة يعني كانت فرحة كبيرة، والحمد لله يعني قدرت نحقق واحد الحلم، لان كان هدف قبل، يعني كنت مخططة ليه، ما ماشي غير كان يعني حلم هكا في يعني كيف كيقولوا في الخاوي، لانه كان مدون، كان عندي هدف مكتوب وكنت ان شاء الله باغا نحققه، والحمد لله يعني قدرت نحققه.
مبروك والحق. واخا فاطمة الزهراء، يعني منين اعلنوا عليك انك ربحتي، الاحساس ديالك في ذاك اللحظة؟ صراحة هو إحساس لا يوصف صراحة، لأنه باش تحصل على رتبة أولى في مسابقة يعني دولية، كانت المنافسة قوية هذه السنة يعني الملاحظة، واللي كانوا يعني كان سمو الشيخ يعني كان شار لها في اللقاء ديالو في التسجيل ديالو، على أنها كانت هذه السنة مختلفة عن السنوات اللي كانت مضات، لأنه كانت المشاركة كثيرة وكانت المنافسة قوية، وكانت تبارك الله ناس يعني من يعني بالنسبة للسن كانوا ناس كبار صغار، يعني كانوا كان سن مختلف بزاف، يعني تبارك الله كانوا ناس اللي يعني قارين عندهم قواعد جيد يعني ضابطين، فالحمد لله قدرت يعني نتفوق ونحصل على الرتبة الأولى، نحيت من الدرجة الأولى. القواعد كتعتبر أساسيات عندهم تما في المسابقة، يعني المسابقة أول حاجة هو الضبط ديال قواعد جبر القرآن الكريم، من بعد منه عاد كيجي الصوت وكيجيو المقامات إلى غير ذلك. تبارك الله عليك، ما شاء الله اختي فاطمه السهره. فوقاش بديتي كتجودي القران؟ في شحال كان في عمرك؟ فاش بديت كنزول القرآن كان في عمري 6 سنين، 6 سنين. 6 سنين، في السنين السادسة، ودابا شحال تبارك الله في عمرك؟ دابا في عمري 20 عام. تبارك الله، الله يوفقك يا فاطمه السهره. الله يجزاك شكون اللي الله يخطيك لنا يعني شكون جميعا. اللي كيدعمك وكيساندك باش يعني تزيدي لقدام؟ صراحة أول ناس يعني كيساندوني وكيوقفوا معايا هما والديا من بعد الله سبحانه وتعالى، الله يخليهم لك. وكذلك العائلة الصغرى يعني كافة، فمن صغيرها حتى لكبيرها، فالحمد لله يعني هذا شرف لي أنني نلقى والدي بجنبي والعائلة كاملة يعني الصغرى ديالي واقفة معايا وكتشجعني، حيث الحمد لله يعني يعني واحد الإنسان اللي محب على أنني نحقق أهدافي ونوصل إن شاء الله لمراتب العليا. الحمد لله فاطمة الزهراء. كان عفوا فاطمة الزهراء، اي واحد فينا الا وعنده حلم عنده طموح. انت شنو الطموح ديالك المستقبلي ان شاء الله، من بعد ما يعني فزتي بالفائزة العالمية في تجويد القرآن، يعني الطموحات ديالك المستقبلية ان شاء الله؟ صراحة هي طموحات كثيرة، لكن الحمد لله يعني الحمد لله الجائزة اللي حصلت عليها فكانت كان واحد الهدف من الأهداف اللي كنت حاطة، فمن طموحي إن شاء الله المستقبلية على أنني إن شاء الله نحصل على رتبة أولى كذلك عالمية في مسابقة ماليزيا إن شاء الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله. واللي إن شاء الله غادي نرفع بها كذلك الراية المغربية، وكذلك طموح آخر إن شاء الله نوصل القواعد لكافة الأطفال إن شاء الله الناشئة الجاية إن شاء الله، على منهم واحد النوابغ وواحد الأطفال اللي محبين لكتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. والفوز، هذا الفوز لمن كتبغي تهديها فاطمة الزهراء؟ صراحة الفوز هو صراحة لكم قبل أن يكون لي، وكنقولها وكنكررها، فنبغي نهديه لوالديا العائلة ديالي الصغرى أقولها وأكررها، ولكم كشعب مغربي مساند صراحة اللي وقف معايا، اللي غير يعني كيف كيقولوا صراحة سقطوا الخبر قبل ما ننسى أنا حتى شي حاجة، وكنتوا من الناس اللي باركتوا لي قبل من يعني ما نحط شي حاجة رسمية على الباج ديالي فيسبوك، وكذلك الملك ديالنا الله ينصره آمين. راعي الأمة وحاميهما هذه الأمة المغربية، فكنهديه ليكم وعلى رأسكم الملك إن شاء الله. امين، الله يخليه لنا وتبارك الله عليك فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء، يعني الدعاء ديالك منتشر في مواقع التواصل، في الانستغرام، كل المغاربه كيفتخروا بيك وكيعزوك، بغاو يسمعوا دعاء من داك الصوت الرنان ديالك. يمكن لك تحفينا به دابا الا كان ممكن؟ مرحبا مرحبا. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرف عنا وعن أهلنا
ما شاء الله عليك فاطمة الزهراء، تبارك الله عليك، والله يوفقك، الله يبارك فيك. الله ومازال يخليك، الله كتسالينا يبارك فيك. الكادو، ومازال ان شاء الله نشوفك متألقة وتدوز هذه الجائحة ان شاء الله، الله بإذن الله، ونتقبلك لا شك ونستقبلك في فيك. المطار اكيد بالتمر والحليب، لانك صراحة فرحتي جميع المغاربة الله وهزيتي يبارك غاية فيك. الله المغربية. يخليك، شكرا بزاف. نتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح. فاطمة الزهراء، كلمة أخيرة للناس اللي فرحوا بيك، كل مغاربة فرحانين بيك بما أنك تبارك الله شابة ورفعتي الراية المغربية، كل الناس في التعاليق في خلال هذا اللايف كي تمنوا لك التوفيق، يعني كلمة ليهم، شنو تبغي تقولي ليهم فاطمة الزهراء؟ نبغي نقول لهم باللي صراحة ما تصوروش الشعور ديالي قداش شنو هو على أنكم ساندتوني وقفتوا معايا، كأنكم نتوما ربحتوا ماشي أنا. وصراحة هذا شرف ليا، على أن اتصل بيا ناس ما كنعرفهاش، ناس عمرني هضرت معاها وتبارك لي. فكنبغي نقول لكم باللي كنبغيكم بزاف بزاف، وإن شاء الله غادي نقدم لكم الأفضل والأفضل، وديما ان شاء الله الرايه المغربيه الفوق، والمراه المغربيه فهذا فوز اهدي كذلك المراه المغربيه اللي دائما هزه رايه المغرب داخل وخارج ارض الوطن. تبارك الله عليك فاطمة الزهراء. نبغي نطلب منك قبل ما نختم هذه المكالمة، بالنسبة للناس اللي بغاو يباكوا لك، يمكن لك تقول لنا انستغرام ديالك او الناس فين يتواصلوا معاك المواطنين والمغاربة. بالنسبه للانستغرام ديالي هو زهراء المرابط، يعني هكا ملاصقه زهراء المرابط. راه فيه كاع ان شاء الله الجديد غادي يتحط فيه، وكذلك بالنسبه لاشين يوتيوب ان شاء الله غير غادي نكمل فيها تعديلات، غادي نحاول نحطها في الانستغرام باش ان شاء الله يتابونا وان شاء الله يوصلهم كل جديد. وشرف ليا صراحه. ان شاء الله فاطمه الزهراء، احنا بدورنا كنشكروك لانك صراحه الله هزيتي يبارك الرايه فيك، الله المغربيه يخليك. وفرحتي المغاربه، والله يعز علينا دواء ان شاء الله ونحتفلوا جميعا، امين يا ونتمنى رب. المسابقات اللهم الجايه نستقبلوك في المطار بالتمر والحليب. شكرا لك فاطمه الزهراء، كنتي شكرا معنا على مباشره الشرف، على قناه شوف تيفي. شكرا على المكالمة، شكرا مرحبا على فاطمه الزهراء، المكالمة. شكرا لك، تبارك الله عليك. اذا كما شفتوا كانت معنا مباشره يعني فاطمه الزهراء المرابط، اللي هي شابه حائزه على المرتبة الأولى عالميا بجائزة تحبير القرآن الكريم وعلومه، يعني كما كنشوفوا يعني رغم صغر السن ديالها إلا و يعني هزات راية المغرب في وسط 85 دولة، كل مغاربة فرحانين بها، وكيف ما كتشوفوا تبارك الله عندها صوت جميل، نتمنى لها التوفيق والنجاح. نرجع لكم كومونتير الناس ديال التعليق ونشوفوا شنو كيقولوا يعني على الفوز والتألق ديال فاطمة الزهراء المرابط، يعني اللي حازت على المرتبة الأولى عالميا بجائزة تحبير القرآن الكريم وعلومه في دورتها السادسة لعام 2020، والتي تقام برعاية فريق سمو الشيخ سيف بن زايد، والتي تقام كل شهر رمضان بأبو ظبي. إذن كذلك حنا نتمنى التوفيق والنجاح للأخت فاطمة الزهراء، نتمنى إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ونحتفلوا جميعا، ونتمنى كذلك أنها يعني تشارك كذلك في مسابقات مقبلة إن شاء الله، ونكون ربي يرفع علينا هذا الوباء ونستقبلوها كذلك في المطار بالتمر والحليب، وتكون الحمد لله فرحة عارمة، لأن ملي كنشوفوا يعني مثل هاد النماذج ديال هاد البنات تبارك الله أنهم كيهزوا الراية المغربية، وخصوصا في تجويد القرآن بواحد الصوت اللي هو جميل، بما أننا كنشوفوا المقاطع ديال فاطمة الزهراء المرابط أنها كتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، كل المغاربة فرحانين بها، تبارك الله عندها واحد الصوت ما شاء الله، نتمنى لها التوفيق والله يحفظها ويحفظها من العين كذلك. إذا نرجع نشوف التعليق، نرجع عند خديجة قالت لك ما شاء الله عليك فاطمة الزهراء، شكرا لك خديجة. نرجع نقراو التعاليق ديال كل الناس، لأن كنا داير لابيل ما لقيناش كيفاش نديرو نقراو التعاليق. سي يوسف قال لك الله يبارك فيك اختي، شكرا سي يوسف. علي ابو عنتر قال لك ما شاء الله. فيصل تبارك الله عليك كذلك. غجاوي قال لك مرحبا بكم ما شاء الله، يعني التعاليق كلها تبارك الله لطيفه. سباعي كتبارك الاخت فاطمه الزهراء على الفوز، كذلك رجاء العروسي كتشكرك. ام جناتي اللهم بارك وزيد. سي عبد الكبير قال لك ما شاء الله اختي الكريمه. نسرين قالت لك ما شاء الله. رجاء جزاك الله خيرا وجعلك في الدرس الاعلى من جنة يا رب ان شاء الله، شكرا لك رجاء. سيليوبي قال لك ان شاء الله تكون مثل الفتيات قرينا في السن، شكرا لك. سي حسين، يعني التعاليق كلها الكل كيبارك الاخت فاطمه الزهراء المرابط لانها هزت رايه الوطن والمغرب، وكذلك كتهدي الفوز كل المواطنين، وكذلك صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وكل الامه المغربيه، والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، باش كذلك نرجعوا نحتفلوا مع فاطمه الزهراء بالفوز، وكذلك نحتفلوا ان شاء الله من بعد ما غادي نتغلبوا على هذه الجائحه اللي اهتدت كذلك الوطن باكمله.
إذن لازلنا إذن لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا من خلال البث المباشر، اللي كانت هي حلقة استثنائية اللي استضفنا فيها فاطمة الزهراء المرابط، اللي عرضت لنا كيفاش شاركات، كيفاش الإحساس ديالها منين تعلنت يعني على الفوز ديالها. كذلك حتى هي شكرت كل مغاربة على التشجيع ديالها، على التشجيع ديالهم، وكذلك باش تزيد تستمر في المسيرة ديالها. وتحنا بدورنا كنتمنى لها مسيرة موفقة. سي المهدي، مهدي من طنجة، تحياتي ليك. اختي خديجة قالت لك فوزي يستحق التشجيع. شكرا لك خديجة، شكرا لكل الناس اللي متابعينا من خلال هذا البث المباشر، واللي دانا هذه حلقة استثنائية اللي استضفنا فيها الأخت فاطمة زهرة المرابط، اللي هي شابة من مدينة فاس بلغ من السن 20 سنة. أنها حازت على الجائزة المرتبة الأولى عالميا بجائزة تحبير القرآن الكريم وعلومه. تبارك الله، الصوت عندها واعر، جميع المغاربة فرحوا بها وهنئوها من داخل وخارج أرض الوطن. فاطمة زهرة المرابط معنا على اللايف، قالت الله يبارك فيكم ولي شرف، أحبكم في الله، فدائما المملكة المغربية في الأمام. شكرا لك فاطمة زهرة المرابط، تنحيوك دائما وتبارك الله عليك، الله يخلي لك والديك. ما شاء الله هزيتي المغرب كامل، وهزيتي راية المغرب بالفوز والتألق ديالك كيف ما تنقولوا. مازال ان شاء الله ربي يهز علينا هذا الوباء ونتلاقاو كاملين ونفرحوا مع فاطمة الزهراء ونحتفلوا بها. ولكن الظروف ما خلتناش اننا باش نحتفلوا بهذا الوباء، ولكن ان شاء الله غادي نتغلبوا عليه وغادي نرجعوا للحياة ديالنا اليومية ونحتفلوا جميعا بهذا الفوز اللي غادي يحتفلوا به جميع المغاربة. لان كنشوفوا تبارك الله، كنعرفوا فاطمة الزهراء ملي كانت صغيرة ديجا دازت معنا في شوف تي في، شاركت في عدة مسابقات محلية، والحمد لله اليوم تألقت في مسابقة اللي هي كانت دولية وخدت المرتبة الأولى عالميا، كانت تستحق التشجيع. نزيدو نشجعوها ونشوفوا التعاليق ديال كل الناس. رجاء العروسي ألف مبروك فاطمة الزهراء. بالنسبة للناس اللي بغيت تواصل مع فاطمة الزهراء، هي كتبت لنا تعليق من خلال هذا اللايف، لأنها كتشكر كل المغاربة، كل الناس اللي حفزوها وشجعوها باش كذلك عطاها واحد الطاقة إيجابية. كذلك الناس اللي باركوا ليها في الانستغرام او في الفيسبوك، لانها تستاهل انها دات مجهود. ودائما الانسان اللي كيدير شي مجهود الا وكيبانوا اللي هما كيبانوا يعني نتائج اللي هي ايجابيه ونبيله. اذا لازلنا مستمرين معكم واياكم مشاهدينا من خلال هذا البث المباشر على قناه شوف تيفي، واللي من خلاله اكيد مشاهدينا كنقراو جميع التعاليق ديال كل الناس اللي متابعين معنا، اللي بغاو يهنئوا فاطمه الزهراء المرابط على التالق والفوز ديالها. المرابط اسماء قلت لكم ما شاء الله تبارك الله الرحمن، مزيد من التالق والنجاح. شكرا لك المرابط اسماء، شكرا لك كذلك لكل الناس اللي متابعينا، كل الناس اللي تواصلوا معنا من خلال البث المباشر ومن خلال التعاليق عبر هذا البث المباشر اللي كان هو حصه استثنائيه، لان كنا دائما كنديروا في هذه الحصه يعني ملخص ديال الحصيله الوبائيه. ولكن اليوم قررنا اننا باش نتقاسموا الفرحه والسرور بالتالق ديال فاطمه الزهراء المرابط، اللي ربطنا بها اتصال مباشره من ديورنا كما كتشوفوا قبلوا لينا جالسين في الصالون، باش نهنئوها ونعرفوا كي يعني المراحل اللي مرات منها فاطمة الزهراء باش تألقت. اذا مازالين كنقراو التعاليق ديال الناس. أسامة قال لك فوز يستحق التشجيع، نتمناك التوفيق. شكرا لك أسامة، حنا بدورنا كنتمناو التوفيق، وكنتمناو التوفيق لأي واحد عنده يعني قدرات، عنده ميولات، عنده حوايج يعني اعطاهم الله كموهبه، انهم باش نتمنوا كذلك التوفيق باش يزيد السما في المسيره ديالو كيف ما كانت. سي عبد السلام، سي عبد السلام تيقول الاخت فاطمه الزهراء الله يحفظك. شكرا سي عبد السلام، وحنا دورنا تنقول لك الله يحفظك. رجاء العروسي فاطمه الزهراء، نتسنى العزيمة الناجح. شكرا لك العروسي، وتحياتنا كبيرة للعائلة ديال العروسي. كذلك كانت معنا الأخت نسيمة من فاس بالليدو، حتى هي كتقدم أحارة التهاني للأخت فاطمة الزهراء المرابط على الفوز والتألق ديالها، لأنها بصراحة فرحت المغاربة كاملين. ياسينوس، ياسينوس بالتوفيق إن شاء الله أختي فاطمة الزهراء. شكرا لك ياسينوس. فاطمة الزهراء فهمي فوز مستحق. شكرا لك فاطمة الزهراء، تنتمنى الفوز كل خوتنا المغاربة داخل وخارج الوطن، فوزوا في حياتهم العملية والشخصية كذلك. أنا الحمد لله في خصوص في هاد الظرفية ديال جائحة كورونا كاملين ولينا خوت وحباب وصحاب، ودائما كنشوف المواطن وجنب المواطن. كما كنقولوا أنها الحجر الصحي صعيب، ولكن هذا هو الحل باش نتغلبوا على الجائحة. والحمد لله في هاد الأيام الأخيرة ولينا كنشوفوا نتائج
مشرفة، خاصنا نزيدو نلتزمو أقصى ما عندنا ونزيدو نصبرو باش إن شاء الله نسمعو أخبار الخير ونرجعو للحياة ديالنا اليومية بسلم وسلام، نشوفو حبابنا ونشوفو صحابنا ونصليو صلاتنا في الجامع ونشوفو بزاف ديال الأمور اللي انقطعنا عليها لمدة شهرين على ما أظن أو أكثر. يعني فرج العقيد إن شاء الله خصنا نزيدو نلتزمو ونكونو كذلك متفائلين ونكونو دائما ناخدو التدابير الاحترازية اللي كتوصي بها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وإن شاء الله غادي نرجعو نشوفو حبابنا وصحابنا والناس اللي أعزاز علينا ونرجعو نستأنفو العمل ديالنا اليومي بسلم وسلام. شي واحد كتب لنا لي كومونتير، فيصل مرحبا سي فيصل، رجاء العروسي قالت لك شكرا أخي، أنا بدوي أشكر جزيل الشكر، شكرا لرجاء العروسي تحياتنا لك على التتبع ديالك الدائم والمستمر، كذلك رجاء العروسي انها وجهت تحيه تقدير واجلال الاخت فاطمه الزهراء المرابط على التالق ديالها والفوز المستحق، لان الفوز كما قالت فرحنا كاملين احنا كمغاربه داخل وخارج الارض الوطن، خصوصا في هذا الشهر المبارك بالفوز ديال الاخت فاطمه الزهراء المرابط، دائما كنتمنى لها التوفيق والنجاح في الحياه ديالها. مرابط أسماء، اللهم اعف عنا الوباء الخبيث ونجنا جميعا، شكرا لك المرابط أسماء، الله يرفع علينا اختي هذا الوباء إن شاء الله ونرجعوا للحياة ديالنا اليومية ونشوفوا صحابنا وحبابنا والعائلة ونرجعوا نستأنفوا الحياة ديالنا، ما علينا نصبروا في هذه الأيام القليلة ونتمنى ونسمعوا خير إن شاء الله. عبد العزيز صولبي تحياتي خويا، الله يوفقها في المسيرة ديالها من زاكورة، الناس ديال زاكورة مرحبا بكم معنا في اللايف من فاس. كذلك عبد العزيز الصلبي تيقول الاخت فاطمه زهراء المرابط الله يوفقك في المسيره ديالك، تحياتنا للناس ديال زاكوره وتحياتي لك سي عبد العزيز. شفيق الحمد لله شكرا لك سي شفيق، سي فيصل طنان. اذا باش ما نطولش عليكم مشاهدينا ونكونوا خفاف على الضيق ديالكم، جا الوقت باش غادي نساليو هذا اللايف، كما شفتوا في هذه الحصه كانت استثنائيه، استضفنا فيها الاخت والشابه فاطمه زهراء المرابط اللي هي حازت على الجائزه العالمية في تحبير وتجويد القرآن الكريم وعلومه. صراحة ما سخيناش بكم فاطمة زهراء المرابط، قالت لك فاطمة زهراء المرابط مازال كتواصل مع الناس من خلال قراءة التعاليق، شكرا لك كل الناس اللي كانوا متابعينا، صراحة ما سخيناش بكم، غادي نضرب لكم موعد غدا ان شاء الله في الصباح بالنسبة للناس اللي كيفيقوا في الصباح وكيبغيو يشوفوا الدنيا كيفاش دايرة ويشوفوا اخبار السوق، غادي نمشيو نضربوا دويرة في السوق نشوفوا بشحال دايرة الخضيرة في هذه الايام التالية، ونشوفوا كذلك شحال دايرة لذاند، نشوفوا اللحام والحوت والسردين والبواجو، ومن بعدها غادي نقوموا بالجولات في وسط المدينه كيف ما كنديروا دائما، ونشوفوا الحالات الخاصه اللي كتصلوا بينا الناس اللي هما دائما تيكونوا تكونوا حنا دائما قابل ليهم، وتبقى معكم دائما كل دقيقه دقيقه في لايف مباشر مع عليكم انتم تجلسوا في ديركم، حنا غادي ننزل التيران ونقابل لكم اخبار الساعه، نتمنى غدنا ان شاء الله نفيقوا في الصباح ونفيقوا على اخبار الخير ونشوفوا العدد ديال الاصابات بدا كينقص ونشوفوا الناس اللي خرجوا من الطبيب كيرتفع ونفرحوا كاملين. كان معكم من خلال هذا البث المباشر محمد فيلي الزهري، نتلاقاو غدا ان شاء الله في الصباح الا فقتوا بكري، بالصحه صحوكم وليله سعيده.